السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سامي. اليوم إن شاء الله بإذن الله بدنا نكمل مراجعة، أخذنا للسؤال رقم 3. اليوم إن شاء الله بإذن الله هناخد سؤال رقم 4 ونحاول نخلص المراجعة. سؤال رقم 4 بقول لي تحقق إذا كانت النقطة الأخرى لكل نظام ما يكفي تمثل حلا له. نفس الحكي اللي حكيناه فوق، بس اعطاني نظام انه في عندي معادلتين، المعادله الاولى اذا كانت هاي نقطه تحقق معادله واحده ولا تحقق معادله ثانيه، بقول له ليس هناك حل، لكن لازم تحقق المعادلتين مع بعض. يعني خليكم معي، خلينا ناخذ هذا الحكي ونشوف ايش المشكله. خليك معي السؤال، بقول لي تحققي ان هذه النقطة اللي موجودة عندي تحقق المعادلتين، عندي باء، ناخذ باء وناخذ الف وبعدين نحاول نيجي عندي النقطة. اسفوا انا كأني انا اخذت السؤال اللي قبله، معلش أخذت السؤال اللي قبله اللي حلينا هذا سؤال 3، ناخذ سؤال 4 اللي هي ألف. وباء عندي كمان سالب 2 بتصير زائد ص تساوي 1. عندي نقطة أعطاني إياها اللي هي 3 و1. تعالي معي نحكي مع بعض نشوف هل بحقق هاي نقطة المعادلة، لازم معادلتين معها، نكمل عليها. أول شيء بدي أحط بدل س 3، ومدار صار 1، وإذا لازم يطلع الطرف يساوي 5، هذا الطرف لازم يطلع يساوي 5، حقول 2 في 3 ناقص ص اللي هي 1، 2 في 3 بتعطيني 6 ناقص 1 5 تساوي 5. نعم هون هاي إلى حل، توجد إلى حل. طيب تعال نفس هاي نفس النقطة بدنا نشوف الطرف الأول لازم يكون 1، ونعوض نفس الحكي، سالب 2 في 3 زائد 1، بعدين عندي هون سالب 2 في 3 سالب 6 زائد 1 سالب 5 لا تساوي 1، لا ما يوجد حل. معناته مدار واحدة من المعادلات موجود إلى حد والمعادلة الأخرى لا يوجد حل، بقول له المعادلتين ليس لها حل، شو بقول؟ ليس لها حل، واضح مس؟ بقول ليس لها حل. ليش مس؟ لا طب هي المعادلة الأولى، يعني طلعت عندي صح 5 تساوي 5، بقول لك المعادلة الثانية ما طلعت صح، معناته لازم المعادلة الثانية تطلع صح، إذا المعادلة طلعت صح والمعادلة الثانية ما طلعت صح، بقول له لا يوجد لها حل. نيجي كمان على ناخذ ألف على نحط، يعني نحاول أكبر على الممكن، وأنا بدي أعطيكي أصل هاي ألف هاي باء، يعني هاي ألف كله ألف ألف وهون باء، السين زائد صاد تساوي 5، وعندي المعادلة الثانية سين ناقص صاد تساوي سالب 3، وعندي نقطة، خليني أشوف النقطة إيش هي، 1 و4، خليني أشوف 1 و4، هل 1 و4 هي حل هاي المعادلة؟ خلينا نشوف مع بعض يا مس. لازم يكون هاي يساوي 5 ولازم هذا يساوي سالب 3، يعني هون 1 سين وصاد 4، سين 1 زائد 4 تساوي 5 تساوي 5، هاي إلى حل صح. طيب نيجي هون نكمل، أنا ما بقول لسه ما بقول نهائيا لا حل، على إنه هون تساوت ما بقول لها حل، بس لما تساوي هون بقول هاي صح لكن هاي كانت عندي خطأ. فأنا ليس لها حل، لازم الاثنين يكونوا صح، س اللي هي 1 ناقص 4 تساوي سالب 3
تساوي سالة ثلاثة تنتين يساوي بعض. سالة كبيرة نطرح نفس الحكي، صح؟ لها حل، هي أو حل المعادلة، ليس حل المعادلة، احنا نقول ليس حلا، ليس حلا للمعادلة، احنا لا احنا نحكي عن معادلات. لها ايوه هاي يوجد لها حل، هنا حل نكتب حل للمعادلة، ليش؟ لأن المعادلتين نفسهم، لأن المعادلتين نفسهم اللي هما طلعوا النقطة هي حل إلها. طيب نيجي على شيء، أنا بحاول أكثر شيء بعدين أعطيكي الجواب على طول وأنت بدك تشوفه، لأنه ما فيش مجال ناخذ أكثر يعني وقت أكثر من هيك. س ناقص 2 ص تساوي 4 و3 س زائد ص تساوي 5. نيجي بس هون طلعت عندي ايش بده؟ بده 2 وسالب 1، 2 وسالب 1. خليك معي على السريع نعملها هاي كمان ونحاول. س 2 ناقص 2 سالب 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 موجب 2 في 1 و 2، 2 زائد 2 اللي هي 4 تساوي 4. هي اول حل ما بنحكي، ما بنحكي حل ولا مش حل. نيجي بس 3 في 2 6، 3 في 2 6 زائد او ناقص 1 بتعطي 6 ناقص 1 تساوي 5، تساوي 5 لها حل للمعادلة، حل للمعادلة. هاي اللي بيتها فيها حل المعادلة. ممتاز. نيجي بس على السؤال اللي بعده نحاول. دال انا حاعطيكي دال على طول، حاقول لك شو بتساوي دال. بلاش انت عرفتي كيف بتتعوض يا ثاني، عرفتي كيف بتتعوض، ما بدي شيء. طلعت هاي 1 لا تساوي 8، انا عملت لك اياها. وهون طبعا على طول من غير ما ما فيش داعي قبل اكمل، اذا لقيت وحده منها لا تساوي معناته ما في داعي اكمل، حتى لو انها تساوي بقول ليس حل، ليس حل المعادله. كانت النقطه ايش هي النقطه اللي كانت عندي؟ كانت النقطه سالب 2 1، ما في داعي أكمل، ما في داعي أكمل إذا كانت الأولى عندي. 5 سؤال 38 بقول لي أحل هذه المعادلات بإنك يا مس بدك تعملي أول شيء مستخدمة الطريقة الموضحة بجانبها وتحقق مساحة الحل. تحقق أنت مساحة الحل، أنت بتحقق، أنت بتحط النقطة اللي بدك إياها وتشوف إيش هي النقطة اللي هي موجودة عندي. فأنا يا مس عندي صاد أول وحدة صاد تساوي سالب 4 س ناقص 3، وعندي خليني أعمل لها اللي هي س وعمل صاد وأعمل س صاد بالشكل هذا. س أول إشي حطيت صفر، بدي أحط بس 2 2 سالب 1، طلعت عندي عوضت هون سالب 4 في صفر ناقص 3 تعطيني سالب 3، مفيش داعي للطرد. هون سالب 1 بصير سالب 1 موجب 1 اللي هي 4 سالب 3 يساوي 1 اللي هي 1. معناته أنا عندي أحط هون صفر سالب 3، وهون عندي سالب 1 1 سالب 1 1. هاي أول وحدة، هاي أول وحدة، هاي أول معادلة عملتها. بس خليكي معايا، خلينا ناخذ المعادلة الثانية، ناخذ مع بعض المعادلة الثانية، نحاول ناخذ المعادلة الثانية. المعادلة الثانية عندي ص تساوي 2 س زائد 3، كمان نفس الحكي س هون
هعمل هعمل س وعمل ص على السريع عشان بحط س حطيت س كمان رجعت بحط س صفر صفر وسالب واحد هون صفر وطلعت ايش معي ثلاث وهون عندي سالب واحد وطلعت واحد بالشكل هذا. طيب خليني بس ابدا ارسم علامات ارسم علامات بالشكل هذا ارسم علامات بالشكل هذا عندي فيش عندي إلا سالب هون ثلاثة وهي واحد هي اثنين هي ثلاث واحد اثنين ثلاث هون واحد اثنين سالب واحد سالب اثنين سالب واحد سالب اثنين هون سالب ثلاثة هون سالب ثلاثة يا مس سالب ثلاثة سالب ثلاث نيجي يمس على هون نحكي أول شيء بناخذ صفر وسالب ثلاث صفر عدل هي س ما فيش شيء وسالب ثلاث لفوق بالشكل هذا خليني آخذ لون ثاني لون الأحمر أحسن شيء هيا هاي همس بالشكل هذا نيجي هون يمس سالب واحد سالب واحد واحد سالب واحد واحد تمام سالب واحد واحد هي هالشكل هذا لو جيت وصلتها بالشكل هذا بالشكل هذا وصلتها طبعا مستقيم اللي هي خطيين نعتبرها ونيجي على اللي بعده صفر وثلاث صفر وثلاث صفر وثلاث هيها صفر وثلاث كمان نفس الحكي صفر وثلاث آسفة بس في غلط عندي أنا هون سالب ثلاثة وهذا أيوة أنا سالب ثلاثة الأولى بقول كيف ثلاثة على هون ثلاثة هون أيوة بس شايف كيف غلط غلطي ما انتبهت للسالب أنا ما انتبهت إنه في سالب فأنا غلطت غلطة يعني كثير كبيرة كثير كبيرة ليش أنا ما انتبهت للسالب صفر وسالب ثلاثة هون بعدين عندي سالب واحد واحد هاي همس سالب واحد واحد بالشكل هذا همس حسيت عندي الشكل هذا بجيك عندي مصدرتي أو إيه مصدر عندك أي شيء عندك مصدر المهم بالمصدر أنا بالشكل هذا بدي أبدأ أعمل بالشكل هذا أنا هون بالشكل هذا طبعا زي ما حكيت لك انا حسيت انها خطا كبيره ليش؟ لاني انا ما استخدمت القياس الصح. طيب نيجي على هون صفر وثلاث صفر وثلاث هاي صفر وثلاث هاي مش صفر وثلاث طيب نيجي على صفر وثلاث هاي صفر وثلاث بعدين سالب واحد واحد سالب واحد واحد هي هاي سالب واحد واحد هي هاي سالب واحد واحد نفسها 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 هون سالب واحد واحد نفس الحكي شايفين هون واضح من هذا الحكي ان نقطة التقاطع هي سالب واحد واحد نقطة التقاطع هي من سالب واحد واحد هاي نقطة التقاطع هاي حل المعادلة حل المعادلة اللي هي المجموعة سالب واحد واحد هاي حل المعادلة حليتها أنا والمريحية بكل سهولة طويل شوية لنستخدمها فيها الشيء أنا هاي أول شيء أخذته يا مس بحل المعادلة بيانيا هون بدو إياها بيانيا طيب نيجي على باء معادلة بيانيا هون بدو إياها بيانيا طيب نيجي على باء باء بحكيلي بدي إياها بالتعويض بدي إياها بالتعويض باء بقول لي بدي إياها بالتعويض خلينا ناخذ التعويض يا مس نحاول قدر الإمكان ناخذ التعويض ثلاثة صاد هاي باء طبعا
طبعا 3 ص زائد س يساوي 16. بعدين عندي س بظبط لي اياها تساوي 4 ص زائد 2. طيب زائد 2. طيب بس ولا شيء فيه، ولا شيء، ولا شيء فيها، بسيطة جدا. بس هاي الحكي أنا يا مس هون بدي أعوض هاي المعادلة الأولى بهاي المعادلة الثانية، بدي أعوض س، هاي س شايفينها يا مس، بدل س بشيل س بحط بدالها ثلاثة ص، ثلاثة ص صح؟ ما في ص، بشيل س وبحط بدالها ثلاثة أربعة ص زائد 2، يعني ثلاثة ص بتضلها كما هي، بدل السين هاي، بدل السين هاي حاحط كل هدول اللي هي 4 ص زائد 2 تساوي طبعا 6. 4 ص بتصير 7 ص تساوي 6 ناقص 2 16، بس اسف 16 ناقص 2 بقول شو مشكلة. 7 ص تساوي شاطر كبير ومطرح 14 على 7 على 7، معناته ص تساوي 2. طيب نيجي يا مس بدي اطلع قيمة س، بدي اطلع قيمة س، هيا س، هيا اخذ هاي المعادلة، اخذ هاي المعادلة واعوض فيها س شو بتساوي؟ اللي هي 4 بدل ص 2 زائد 2 اللي هي س تساوي 4 في 2 8 زائد 2 10، معناته س تساوي 10، معناته اللي هي مجموعة حل الحل هي 10 و2، 10 و2، مجموعة الحل هي 10 و2. طيب بدي أكمل إن شاء الله أسئلتي، بس بحاول أكمل شوية من اللوح عشان أكمل أسئلتي أنا. المسألة بحلل، أنا براجع معاكي وحدة كاملة في هاي المراجعة. طيب بس على السريع هحاول أكتب السؤال جيم، السؤال جيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بحكي لي يا مس بده إياه بالحجم، بحدد يا بحدد س يا بحدد ص، الإشي اللي بلاقيه أسهل إيه، الشيء اللي بلاقيه أسهل إيه، من غير ما أتقيد بأي شيء، غير ما اتقيد باي شيء، ما قلت لك احذفي لي س او ص، انت حره، انت بتشوفي الشيء المناسب، انت بتشوفي الشيء المناسب. تعالي معي بدنا ندرس هذا الحكي، شوفي هون 4 س ما فيش شيء، ولا هون ولا هون، فهي ممكن تكون قريبه من بعض، ممكن اخلي 2 4 ممكن، بس اخليها باشاره مختلفه، اضرب كل هذا الحكي واضربه في سالب 2. باش ما اقول هون هذا شايفه، شايفه شايف المعادلة اللي عندي، هاي هي اللي ضربتها في سالب 2، سالب في سالب 4 س، سالب 6 12 ص، كله بينضرب يا مس، بس مش س كله بينضرب. بعدين هون سالب اللي هي 8، عندي هاي المعادلة الأولى وهاي المعادلة الثانية. نيجي على جمع المعادلتين، جمع المعادلتين الآن يا مس بدي أجمع المعادلتين مع بعض. أنا عندي هاي حطهم مع هاي، سالب موجب، هاي سالب وهاي موجب، راح مع بعض نفس الإشارة. الإشارة الكبيرة ونطرح 7 ص تساوي، إشارة كبيرة ونطرح اللي هي 7، سالب 7 على سالب 7 اللي هي ص تساوي، راحت هاي في مس طبعا مع هاي، صار تساوي سالب 1، هاي ص تساوي سالب 1، طلعت عندي ص تساوي سالب 1. الآن بدي أحاول أطلع اللي هي س، س يلا س، ناخذ أي أي شيء، أي ناخذ أي نفع اللي هي 2 س زائد ص تساوي 4، 2 س تساوي اللي هي 4 ناقص 6 ناقص 6 ص، صح مش هيك؟ 2 س تساوي
أربعة سالب في سالب موجب صاد اللي هي ستة. أيوة بس بدنا نرجع كمان نحكي إنه كنسين أربعة اللي هي ستة سالب ستة هون سالب سالب في سالب موجب واحد ستة في واحد ستة نعمل اثنين سين تساوي اللي هي عشرة اللي هي سين نقسم على اثنين ونقسم على اثنين سين تساوي خمسة معناته مجموعة الحل هي خمسة وسالب واحد مجموعة الحل هي خمسة وسالب واحد. هيك مسألة خلصت المرجعة كاملة ما فيش داعي ما فيش داعي اني احل السؤال ستة مش ضروري لهالدرجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.